اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل تنظم ورشة حول اعتماد تقرير الدراسة حول التنوع الاقتصاد في جد. وزير الإنتاج الري والمستلزمات الزراعية سيد قمر السليك يفتتح أعمال ورشة خاصة بدراسة واعتماد التقارير المتعلقة بالقضاء نهائيا على مشكلة المجاعة في تشاد. وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نظم الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد الأسبوع الوطني للغة العربية الدورة الخامسة، تستمر فعاليتها من اليوم حتى 24 من ديسمبر. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. نشرة رئيسية لهذا المساء من الفضائية التشادية. غادر صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس عادة صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة إنجمينة من العاصمة النيجيرية نيامي، وذلك بعد أن شارك بالذكرى 59 للعيد الوطني لدولة النيجر، حيث كان في استقباله لدى وصول رئيس الجمهورية مطار حسن جاموس الدولي بإنجمينة، لدى وصول عدد معالي رئيس الوزراء فاهيمي باداكي البير وعدد من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة إنجمينة. نظمت اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل ورشة حول اعتماد تقرير الدراسة حول تنوع الاقتصاد في تشاد. ترأس المناسبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكاي حسن تيسو بجانب رئيسة اللجنة للحوار الاجتماعي أرجون محمد أحمد. من أجل إيجاد حلول عاجلة وناجعة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، جاء تنظيم هذه الورشة الخاصة لاعتماد تقرير الدراسة حول تنوع الاقتصاد في تشاد الذي نظمته اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل. في كلمته بهذه المناسبة، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي أكد بأن الجلوس حول طاولة الحوار يعتبر في غاية الأهمية، وذلك من أجل تحسين ظروف العمل. الاقتصاد في تشاد والنتيجة دورها ندور كده اليوم، الناس كله يجوا في محلات اللي عندها نتيجة غير البترول، ودو كما اللي ناقشنا فوقها عشان نقول للحكومة وين يحصل الشيء اللي بيجيبه اقتصاد زيادة. أما رئيس وحدة الحوار الاجتماعي لدى منظمة العمل الدولية يوسف غلاب، فقد أوضح أن الهدف الأساسي من عرض هذا التقرير، دور منظمة العمل الدولية هو كان تقديم دعم فني للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي حتى يتمكن المجلس من وضع على الطاولة بعض الاقتراحات التي تسمح لدولة تشاد بتعزيز التنمية الاقتصادية وكذلك تحسين التماسك الاجتماعي. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو قال بأنه ينبغي علينا الاهتمام بهذا التقرير لأنه الكفيل لرسم خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة. وفي نهاية المناسبة، عرض الخبير في المكتب الاجتماعي للعمل تقريره الذي يحمل التنوع الاقتصادي في تشاد منذ العام 2005 إلى عام 2010، وقد يحتوي التقرير على الاعتماد على الثروة الحيوانية والزراعة لأنهما الركيزة الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني من أجل دفع عجلة التنمية في البلاد.